أنت كنت سيد عبد الجليل من ضمن صفوف الأخوان المسلمين، لو تشرح لنا العقلية مثلا نجد دائما المعركة أو الاشتباك مع الأمن أو باقي المواطنين المناوئين لهم حول مساجد والاختباء داخل المساجد، شو الفكرة؟ هو الفكرة عموما ما يحدث حاليا أو ما يحدث منذ بداية اعتصام رابعة هو حالة ربط بين الصراع السياسي الذي يحكم أماني قيادات التنظيم حاليا وسعيا للوصول إلى السلطة أو في النهاية إلى سلطتين في مصر، سلطة تتسم بأنها كانت شرعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وسلطة أخرى يتبعها الشعب والجيش وكل مؤسسات الدولة. وما دخل المساجد؟ المسجد هو في النهاية إحدى وصايا التنظيم الدولي لربط الصراع بالدين مباشرة. لاحظي أنه من بداية اعتصام رابعة وحتى الآن كل التحركات تستهدف حركة حول المساجد، التجمع ينطلق من المسجد باعتبار أن ما نحن فيه ثورة إسلامية، ومن يواجهنا هو مواجه للإسلام ومواجه لله سبحانه وتعالى ولرسله الكرام ولدعوة الإسلام الخالدة ومشروعه. الأزمة الحقيقية أن الجماعة حاليا حولت المسجد مش بس لمكان للتطرس ولا للاحتماء، مش بس لمكان تنطلق منه فعاليات الجماعة المختلفة محاولة أن تصل إلى ثبات وضعها التنظيمي على الأقل، لا كمان المسجد تحول إلى ساحة للإعداد وللتدريب وربما أحيانا لغرف للاستجواب تماما كما حدث في القائد إبراهيم أمس. قائد إبراهيم أمس وغيره من المساجد، المسجد اللي كان فيه الشيخ المحلاوي قبل كده، المسجد اللي كان فيه المقطم، كلها مساجد، مسجد علي بن أبي طالب على ما أظن في المقطم، كلها مساجد كان يستخدمها الإخوان لاستجواب من يلقون عليه القبض. وأمس كان هذا الكلام موجود داخل مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية. الجماعة حاليا ما تفكر إليه أو ما تسعى إليه هو البحث عن وقود يزكي المعركة ويدفعها للاستمرار. لا يوجد وقود من الممكن أن يزكي معركة أكثر من الدم.